وسهلا بيكم، معاكم دكتورة دالين مسعد، استشاري أمراض الجلدية وتجميل الجلد. النهارده هنتكلم على مشكلة موجودة على ناس كتيرة جدا، وهي حب الشباب. حب الشباب منتشر على ناس كتيرة قوي، ومش معنى ان هو اسمه حب شباب يبقى ما بيجيش غير الشباب، لا، على فكرة هو ممكن يجي في سنين كتيرة جدا جدا، حتى الصغيرين، حتى قبل البلوغ لسه بيكون ممكن يجي، وكمان للناس الأكبر. حتى في نوع مخصوص اللي هو الليت أونست أكني، ده نوع مخصوص من حب الشباب بيجي في أربعينات وخمسينات، وبالتالي هو غير مقترن تماما بفقط بسن الشباب. لأن كتير جدا ناس تقول يا دكتور أنا كبرت على إن أنا يجيلي حب شباب، هو ليه بيجيلي؟ وفي ناس بتقول دكتور انا قالوا لي لما هتجوز الهرمونات هتظبط، فبالتالي هي مش هتطلع لي حبوب تاني، ما طلعت لي ليه. فاحنا حابين ان احنا نقول موضوع ان الناس اللي عندها استعداد لحب الشباب وارد جدا انها يطلع لها في اي وقت من الاوقات. تمام. طيب اول حاجه احنا نعمل ايه من غير قبل ما نبتدي اي علاج، ويبقى طبيعه اكلنا ايه؟ لازم في اكلات معينه بنبعد عنها علشان ما نزودش الحبوب، ما نخليش الاكتيفيتي او نشاط الغدد يكون كتير. هنبعد عن ايه؟ هنبعد عن الشوكولاتات، المكسرات، المخللات، الحاجات السبايسز، الحاجات اللي الحراقه، البهارات، اي حاجه معلبات، المواد الحافظه. المواد الحافظه دي مهمه جدا جدا، اي حاجه معلبه بتزود جدا فيها المواد الحافظه، فبالتالي الحاجات دي بتنطر الحبوب والموضوع بيكتر اكتر واكتر. فدي اول حاجه ان احنا ناخد بالنا جدا كويس قوي من الاكلات. طيب تاني حاجه الروتين بتاعنا يكون مظبوط. الروتين بتاعنا يكون مظبوط يعني احنا بناخد دلوقتي اللي عندهم حب شباب دول في معظم الاحوال هتكون بشرتهم دهنيه، او ممكن تكون بشرتهم ايه مختلطه. طب المختلط الدهنيه واحنا عارفين انها بتطلع حب شباب، البشره بتكون مدهنه، بتحس انها مزيته، الحاجات دي كلها ممكن تبقى معروفه. طب المختلطه دي بتكون عباره عن ايه؟ عندنا بنسيم يعني مكان كده اللي هو التي زون، الحته اللي هنا والحته اللي هنا دي بتكون دهنيه، بالاماكن اللي بتكون في النص دي كلها دهنيه، وتلاقي من الجناب الناس بتكون حاسه انها ايه بشرتها جافه، فبالتالي دي بتكون ايه مختلطه. هي الاثنين ممكن يعاملوا على انها بشره دهنيه ولكن بدرجه مختلفه. يعني احنا ناخد الغسول للبشره الدهنيه او للبشره المختلطه، دي حاجه. طيب خدنا الغسول وقللنا الاكلات ولسه في حبوب بتظهر لي بدرجه بسيطه، بدرجه بسيطه يبقى ان احنا نبتدي ناخد لنا كريم موضعي على قد الحبايه. في حاجات حبوب وكريمات بتتحط حاجات معينه بتجيب نتائج حلوه جدا، وعلى فكره السوق المصري فيه كريمات هايله حلوه جدا جدا باسعار كويسه قوي. انا دايما من الحاجات اللي بشجعها لانها بتجيب نتائج حلوه وفعاله وامنه، وفي نفس الوقت سعرها كويس جدا، علشان موضوع الاستمراريه ده مهم قوي، اللي انا مش اخد مره وخلاص ابطل، لا هنستمر شويه. طيب فدي حاجه احنا هناخد الكريمات. طيب خدنا الكريمات ولسه في اكتيفيتي اكتر، يبقى انا ممكن ناخد مثلا انتي بايوتيك اللي هو المضاد الحيوي. في انواع معينه من المضادات الحيويه بتتاخد بتقلل الاكتيفيتي، لان هي موضوع حب الشباب ده في اوله كان بيبقى فيه زي مكروب بسيط كده بيبقى موجود على الجلد، هو ده اللي بيسبب لي حب الشباب. ففي انواع معينه بتبقى انواع بسيطه واسعارها بسيطه جدا، بتتاخد كورس معين ان شاء الله بتقلل ايه الاكتيفيتي جدا، فده مهم جدا. فاحنا عرفنا كده اللي هو هنتكلم اتكلمنا عن الغسول، اتكلمنا عن الاكلات، هنتكلمنا على الكريمات. لو الحبوب دي سابت لي بقى اثار، يبقى احنا الاثار دي هتكون حاجه من الاثنين، يا اما هتكون بقع غامقه او هتكون عباره عن حفر او ندبات او حتى مسام واسعه، كل حاجه وبيبقى ليها علاجها. ولكن لو هي مثلا فيها بقع يبقى احنا محتاجين هناخد كريمات تفتية، يبقى لينا الروتين بتاعنا كريم للحبوب والكريم التاني بتاع بالليل اللي هو كريم التفتيح. اما لو هي ندبات فاحنا بناخد كريمات ممكن تكون بتقشر لي تقشيرة بسيطة علشان تعمل لي تحفيز للكولاجين ان هو يبتدي يكتر ويتحسن ويشد لي الجلد ويقفل لي المسام، او كمان يحسن لي الندبات والحفر دي. ان شاء الله هنقول لكم على روتين تاني، ولو في اي حاجه تانية ممكن هعمل لكم برامج عنها ان شاء الله هنعمل لكم في الحلقه الجايه.